السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. ودائما رانا مع يوميات فلاح. هذه الرحبة التي شاركت معكم تقمانها أو صنع السرايح فيها، هنا جيتها اليوم الآخر راح نقوم بتبريدها، راح نبردها في اليوم الأول، بعدين نرجع لها يوم آخر بعد اللي ينشف منها الماء تماما، راح نعاود لها التقمان مرة أخرى. هنا دخل الماء، كما قلت لكم هادو السرايح يدخل لهم الماء من الجهة الغربية. هنا نبدأ نعدل في دخول الماء بالراطو، لازم يدخل لها الماء كلها وتغمر بالماء جيدا، لأنه هذه أول سقية لها، مر عليها فترة طويلة تصل إلى تقريبا إلى 30 سنة ما دخلش لها الماء لهذه الأرض. نواصل بهذه الطريقة في تبريد السرايح حتى نكمل هذه الرحبة اللي عندي كلها. لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي روم تقصيري. لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي روم تقصيري. فأنت الله كافيني وكافلني، وفي تدبيرك اللهم تدبيري، لك الحمد الجزيل فأنت ترى. هنا أنهيت من تبراد هذا الرحبة في اليوم الأول. كيف راح يظهر عندكم الآن؟ كلها امتلأت بالماء، وطبعا راه السقي يكون بالغمر. كيف راكم تشاهدوا هنا الحواشي راهم نزلوا قليلا، لذلك راح نرجع اليوم الآخر نعاود لها تقمان آخر ونعاود لها تبراد آخر حتى تكون جاهزة للزراعة. هنا رجعت لها في اليوم الثاني، كيف راكم تشاهدوا عاودت لها تقمان آخر، ومن بعدين سويت التربة في وسط السرايح حتى يدخل لها الماء بشكل متساوي، ويكون فيها الماء راسي كالمرآة. هذا هو الشكل النهائي بعد اللي رجعت لها اليوم الآخر، عاودت لها التقمان كما قلت قبل قليل، عاودت كلش، وكذلك قمت بتسوية الأرضية، وإن كانت مرتفعة نزلتها، وإن كانت نازلة أضفت لها القليل من الرمل. هنا راني جيت نبردها المرة الثانية، راح نواصل بتبرادها كيف راكم تشاهدوا حتى نكمل الرحبة اللي راهي عندي كلها.
للمرة الثانية. بهذا الشكل خلاص أصبحت جاهزة للزراعة. كيف راكم تشاهدوا فيها الماء على استواء واحد، يعني يدخل لها الماء بشكل جيد ويدخل بشكل هادئ، ما يدخلش بسرعة. هنا نعرفوا أنه السريحة راصي فيها الماء، وراح يكون نباتها نبات موحد إن شاء الله. دائما السقي بالغمر، لازم تأكدوا من السريحة أنه يدخل لها الماء بشكل جيد ويكون فيها على شكل على وزن واحد، كيف راه يظهر الآن عندكم في هادو السرايح الأخيرة، يظهر على وزن واحد. كيف راه يظهر الآن هذه الرحبة كلها راهي تظهر ما شاء الله، كلها شربت بشكل جيد بعد اللي عاودت لها التقمان مرة أخرى، وكذلك قمت بتسوية التربة فيها حتى تكون على وزن واحد. كيف راح يظهر الآن؟ هذا هو الشكل النهائي. هنا خلاص راهي أصبحت جاهزة للزراعة، مجرد أن نحط لها السماد. إن كانت شتلات طبعا راح نقوم بتبريد هذاك السماد، وإن كانت بذور مباشرة نزرعوها. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو، والسلام عليكم.